أقول لكم سبحانية. هذا واحد أخذ له بنية حلال ورد الله له وليد. يوم تم الوليد 10 سنين مات تموت أميمته. يوم ماتت أميمته عاد مسمينه الوليد راشد، والأبوه اسمه محمد، راشد محمد. ومات تموت أميمته يا هو يا راشد. ضاق صدره هالأبو، تاجر الأبو مبحر، يعني أبوه مبحر، ضاق صدره متعلقن بحريمته متعلقن بوليده وما شاء الله تبارك الله. المهم راد الله ودور له بنية حلال من هالدلعات التليات اللي وشافات نفسهن، وهو تاجر واخذه. يوم اخذه حطت نزره بنزر هالولد. هالولد يضيق علي، هالولد قال هالضرابط طالع والنازل ولدك ولدك، وقال ترى ولدي غالي، لا تحسبونه رخيص، ولدي ترى ولدي غالي علي، ترى ولدي عزيز علي، ترى والله لو تبتلين تحسين ما غيرت طبع مع ولدي. وثانيا انت ما كارت انه هالولد كبير، اولد ب10 سنين ومؤدب ومنعزل الحال وما عمره جات ولا لمست. الزبد قام كل سنه تزيد عليه، كل سنة تزيد عليه تقل عدوته، مع أن ما تلمست شيء أبد. ما شاء الله البيت قصر وقايمين بو خدم وحشم وقايمين بو، يعني ما الولد ما تكفلت به هي، بس ضقت عين. يوم أخذت له 7 سنين صار الولد عمره بس 17، قالت شف دريت أن الشايب يحب، مو بالشايب هالرجل ذا التاجر يحبه، قالت شف يا أنا يا رويشد. قال ها؟ قالت يا أنا يا رويشد. قال له والله رويشد. لا تجلس بعبه، تطلع بيت ابوه وتروح يا بنت حلال، تعوذ من الشيطان، هذا وليدي ويتيم وين يروح له؟ ما لي دخل. يترجاه ويرسب المراسيل ويحاول به وعجز عنه. يوم ذا ما تجي يروح لم واحد كفيف وحكيم، بس انه فقير معدم هالكفيف ذا، وله كومة بنيات ويجي له 6 بنات. راح لأمه قال بعلمك عن اللي عندي، إني ضايق صدري وإني يوم حسيت على واحد من زملائي قال روح لفلان اللي هو أنت. قال وش عندي؟ قال أنا هذه حالتي وهذه حالتي. قال يعني تبينا نتوسط الرجعة؟ قال عجزة المراسيل الكبير والصغير عجزت، بس أبي الحل، وش الحل؟ قال يا وليدي ما مالك حل، إلا تطلز ولا أنا ترجع، حدا الثنتين. قال عيت ترجع. قال أجل ما أنا متخلين عن ولدي، ولدي أغلى منه. قال أجل وش أقول لك، تعال بالليل أنت وجيب ولدك. قال أبشر. يوم صار بالليل قال البنات، وعنده ثنتين، قال البنات استعدن، ترى بحاول بهذا ياخذك. وهم فقراء ولا أصلا شاوروا. يوم جاء اللي هو أبو راشد وراشد محمد ولده راشد، جاء لما هالكفيف يبي يحسبوا عنده أحد يبي يصلح من حال هالمرة، مدري يوم قعدوا، يوم دخل العقاش اسمه الملك، دخل 2 شهود وقعدوا سلموا وعشوهم. قال محمد قالي، قال أبو راشد قالي، قال ترى زوجتك بنتي. قال ها؟ ولدك زوجته بنتي اللي أصغر منه. قال فاجأتني يا خال. قال عاد أزوجتك إياهن. قال له خلي أروح أشاور راشد، شاور أنا وراشد برا وأرجع لك. طلع هو وليده، قال وش رايك؟ والله يا بي ما أدري والله، وش رايك؟ قال وش رايك أنت؟ قال فاجأنا. قال يا بي ولا قعد تدويرنا، وتزوجنا أنا وياك بليلة واحدة وبدون تكاليف وبدون شيء أبد. يا بي وش ضارنا حنا؟ ناخذهن انجزا لنا ولا الوجه من وجه ابيض، فنبي نقول فجأتنا لما جزا لنا الحريم. قال تقول؟ وقال ايه قاسي. يرجعون لامه، قال يلا انا وافقت، يملك للابو يملك للوليد، الوليد عمره بال 17 بال 18 ويملك عليهم، يدخل على بنيه حريم. اي قال له عطى نصبر، قال قبل تعشى عطنا مفتاح بيتك. قال شو؟ قال بروح حريمكم هناك قبل يدخلون عليهم، قبل يشوفونهم ما شاء الله، تاخذهن ومماتهن وخياتهن ويزننهن ويلبسونهم ويزينون غرفتين
ويستعدون ذولا بقى العشب والقهوة وبالبخور يدهرون بيتها هالكفيف. يا الزبدة يوم قلوا متعشين قالوا روحوا زوجاتكم، قال وينهن؟ قال ببيتك استعدين تنتظرونكم. يوم راحوا كل واحدة انحطت لها غرفة ومزينتها ومرتبتها، يا هلا والله، يا حي الله ابو فلان، يا حي الله ابو فلان. المرت راشد تقول يا ابو محمد، ومرت محمد تقول يا ابو راشد. استغربوا من البنيات اللي ذربات وسنعات، يا هلا والله، يا حياك الله، والله ينامون نيمه مباركه. يوم قاموا الفجر مثل ما بش سخنات من اول، مثل مسخنين لهم الماء. قوموا توضوا، قوموا صلوا، قاموا صلوا، مجوت القهوه ما شاء الله مسوات، وذيت بدار نفس الشيء، أسخنت الرجل هلمة، وقوموا توضوا وقوموا صلوا وما شاء الله تبارك الله. يوم صار الضحى قال والله أنا عجبتنا الحياة ذاك، نبي نحط لك العشاء، نبي نروح ننادي أحد اللي يطبخ لنا. قالت ولا شيء، جيب الذبايح وقعد بهالفرشة. راحوا جابوا الذبايح ثنتين وحطوا، مع أن عنده هو خدامه وسواق وعنده يعني بالبيت بيته وعنده سنة، بس يقول لا ما نتكل على ذولا، هذولا خلهم لك اللي احتاجتهم. ما شاء الله قبلهن يفسر عند رعانهن صبحية عرسهن، ويذبحن ويصلخن ويقطعن ويشبن على العشاء. أبد ما صارت الساعة 2 إلا الغدا مولم، هذا هلا وأهليته يجون يتعشون يسلمون على المعاريس وينبسطون يستنسون. قالوا وش حنابه، والله يعيش تنسنعه. قال من تدري عاد مرته ما طلقه، تدري يوم دريت انهم تزوجن عليا اما تجي وترسل له، ترسل له، قالت ابيه يجي لمي يرجع. انهبلت انه اعرس، ضاق صدره، اما تجي يكتب خطاب له، قال تقرا وحط مع الخطاب الفلوس. قال هذه رضاوه ان طاعت بالشروط اللي انا اقول، وشوفوا عاد وش تبي. انسان قرت هالشروط اللي بالورقه، فانا في هذه رضاوته وتاخذه، وانسان هي مرضت بهالشروط اللي انا بقول، فلا لا ما بيه. يوم جاء لما البيت ابوه قالت وش قال لك؟ قال والله عطنها الورقه وعطنها الفلوس، وترموا شين هم مخربته. عاد سبحان الله العظيم، انا ما ادري وراها الناس كل العالم يحطون انا متخربته، شو ازوج بنتي صرت بخرب حياته. الزبدة قالت وترى لا هي بتقرا ولا امه تقرا ولا ابوها يقرا. قال انه قال تقرا هالشروط اللي بهالورقه، انسان جازت له وطبقتهن فلها رضاوه وتجي، انسان ما جازت له فان الوجه من وجهها ابيض. قالت العجوز لا، ما تاخذين الفلوس، لان قالت البنت عادي بش برضى. قالت ولا وتا شيء نبد، ولا تلمسين الورق لمين نروح للإمام. راحوا للإمام، الإمام يقرأ، راحوا للإمام وقالوا له أنه أبو محمد أبو راشد هذه سالفته، هذه سالفته، أنه عطانا يدري عاد أبو الإمام أنه عطانا لها الورق وشروطه، أبيك تقرأ. يوم فتش الورق الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راشد ولدي أغلى منت، ولا بنت ولا انت بغالت علي اغلى من ولدي، والوجه من الوجه ابيض، وانت طالق طالق طالق، والله يستر علينا وعليت، وهذا ما جنته يديت. وتبدأ تصيح وتنخنع ويضي صدره وتضيق بها الدنيا. عاد سبحان الله العظيم، يوم صرعت البنية وضاق صدره بدت الام يحل تمطع ما أعطي غديفته وشويشته، وأنا السبب، وأنا اللي خربت بيت بنتي، وأنا مدري ويش، وبدأن يصيحن، حط الروس في روس بعض ويصيحن. قال الشكوى لله، يقول أبوهن، أبوهن عاد أبو البنت عاقل وعارف إن لم تخطي، بس ما له تسلمه، أصلا ما لك راي وش تحتي. سبحان الله العظيم، وهذه القصة قلتها لكم إن شاء الله أن أعجبكم. وأنا غلطانة قلت لكم إنه اسمه محمد، اسمه منصور، وله قصيدة هي توجدت عليه باسم منصور، وهو رد عليها بتوجده انه يعني ما انت بكفو، ولا تحضر القصيدة، ولكنها لا قصيدة هي.
وهذا إن شاء الله نعجبكم وتصبحون على خير.